اهلا بكم مشاهدينا في تلفزيون اليوم السابع. دلوقتي بنصطحبكم في جوله جديده وجوله خاصه جدا من حديقه حيوان الجيزه، بس المره دي من مكان يعني نقول مثلا من اعلى تبه في الحديقه، وهي جبلايه القلعه او جبلايه الكوبرا، او كانوا بيقول لك الشهيره جدا باللي غنى فيها العندليب عبد الحليم حافظ أغنية صدفة، وزارها كتير جدا من مشاهير زي فنانتنا الجميلة الله يرحمها شادية. ناس كتير من المشاهير زاروا المكان ده. المكان ده عظمته ومغاراته المثيرة تمام اللي موجودة فيه أنا هستحبكم بيها، بس أنا بحاول أجيب لكم دلوقتي الحديقة من أعلى مكان في الجبلية. الجبلية دي ليها تذكرة سعرها 10 جنيه، بتروح تتجول شايفين الأماكن وجمالها والمغارات. هننزل معاكم دلوقتي في المغارات دي، أنا بحاول أجيب لكم المكان من فوق. وكمان كان بيتقال عليها وبيقال عليها الجبلايه الملكيه تمام. دي فيها حاجات كتير جدا من المغارات ممتعه، الناس كتير جدا بتيجي تزورها تصور فيها. في حد بيسالني بيقول فين مكان، هالمكان ده في حديقه حيوان الجيزه، شايفين المكان وجمال اشجار. ده اعلى مكان موجود في الحديقه. هننزل دلوقتي في الجبلية، شايفين المكان وعظمته اهو زي ما حضراتكم شايفين. شايفين شكل المغارات المثيرة وشكلها عامل ازاي على شكل الشعب المرجانية. الاطفال بص شكل المكان وانت نازل منه. المغارات فين مكانها، الناس بتسأل فين مكانها. دي في حديقة حيوان الجيزة، شايفين الجمال، شايفين الشكل عامل ازاي. شايفين، بص انا بحاول اجيب لكم كل كبيرة وصغيرة في المكان. كان هدخل معاكم دلوقتي اهو تمام، بنتحاول حد بيسأل على سعر التذكرة. سعر التذكرة لجبلية القلعة 10 جنيه. الأماكن دي ممتعة بشكل جميل جدا. في مكان الجولة اللي بنصطحبكم فيها في اليوم السابع أنا وزميلي محمد صبحي، دي جولة خاصة جدا، أماكن تمش تصوير فيها زي متحف الحيوانات المحنطة، زي الجبلاية. بصوا المكان وجمال، عايزكم تبصوا على جبال المكان.
المكان ده يا جماعة عشان الناس اللي بتسأل غير المكان بتاع القرود، ده مكان تاني خالص، الناس بتيجي تتفرج في المغارات دي، تشوف الجمال اللي موجود من اعلى تبة واعلى مكان موجود. حاول هنزل معاكم اهو، ناس بتقول الله على جمالك يا مصر، فعلا الله على جمالك يا مصر. ننزل كمان، بصوا يا جماعة، بصوا جمال المغارة، بصوا الجمال، شكلها اطفال بتلعب. بصوا يا جماعة، المكان ناس كتير جدا بتسأل في الكومنتات على الأماكن، ده مكانه في حديقة حيوان الجيزة، تذكرته ب10 جنيه، بنحاول نستحبكم في جولتنا في اليوم السابع، في كل المكان. بصوا يا جماعة، طلع في مكان تاني صراحة، مغارات عجيبة، بس شكلها ممتع وجميل جدا. كل ما بتدخل مكان خرجك على مكان تاني خالص واتجاه تاني خالص، عشان كده سموها كباية داية، احتوى على كتير جدا من المغارات، تدخلها من اكتر من مكان، تطلع فيها من اكتر من مكان. شايفين شكل تذكرة الحديقة بكام؟ بخمسة جنيه. تذكرة الحديقة 5 جنيه. بص على شكل الحيوان اللي قال عليه زميلي محمد صبحي. بابا يا بابا، أطفال الصغيرة بتفسح وبتخرج في مكان حقيقي قد ايه جميل. بص دي يا بابا، بص دي، بص دي. ندعو كل جمهور اليوم السابع ان هو يزور المكان ده ويجي ويتفسح فيه، ونروح مكان تاني. في مجسم هنا، بص يا احمد صبحي، بس يا جماعه عايزكم في الجوله كده، بص بص الجمال اللي المبنى بيه،
الجمال ده.